صار هذا المجتمع بيكره كل واحد بيحكي الحقيقة. عن علاقته بالفنانين. أنا ما بترك قضية حق تروح. ورأيه بالمستوى الفني. الجيل الموجود اليوم اللي عم بيقدم فن شو رح يورط للأجيال الجاي الجديدة؟ شو رح يفضح؟ الأعمال السيئة والمبتذلة بعد أكتر. عن موقفه السياسي. أنا عم ماشي مع عقلي، ما همني لا هيدا ولا هيدا. شو رح يصرح؟ شو عملوا رؤساء الجمهورية أو المسؤولين عن الدولة من 30 سنة لليوم؟ الملحن سمير صفير. في بشر ناس وفي بشر مش ناس. ضيف حرتقجي شو مع هشام حداد. الأربعة بعد الأخبار على الأو تي في.